انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة بعد ظهر اليوم بحضور عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بالعمل السينمائي، حيث طبعا تم الكشف عن برنامج المهرجان والعروض الافتتاحية، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات السينمائية، المبادرات المجتمعية والندوات وورش العمل. في هذه النسخة طبعا من المهرجان حتكون هناك العديد من المشاركات السعودية، من بينها الفيلم القصير شريط فيديو تبدل للمخرجة السعودية مها السعاتي، والتي تحدثنا في هذه اللحظات من المنطقة الشرقية. أهلا وسهلا فيك أستاذة مها، وسعداء جدا بوجودك معنا. وسؤالي الأول أكيد راح يكون عن حماس المهتمين بعالم السينما مع الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر، يعني ماذا يمثل لكم هذا المهرجان؟ والله أهلا فيك وشكرا على استضافتي. بالنسبة لي والكثير من صناع الأفلام هنا، يعني هذه نقطة الوصل للعالم الخارجي، فإحنا مرة سعداء أنه في عندنا أخيرا مهرجان دولي. طب المنافسة يعني بتتزايد ما شاء الله تبارك الله، شايفين إبداعات الشباب صارت تلاقي مسارها الصحيح، ولكن ماذا عن مستوى الأفلام المتوقع في هذه الدورة؟ يعني إيش اللي راح يتغير بوجهة نظرك؟ أتوقع أنه بسبب يعني أنه تواجد مهرجان أفلام السعودية من أول كان يعني سبب أنه تطوير القدرات حقة المخرجين وصناع الأفلام، وبعدين لما جاء المهرجان حق البحر الأحمر رفع المعايير بسبب أنه صارت المنافسة أيضا مع الأفلام الدولية، وبالتالي أكيد المعايير قاعدة تزداد وتتحسن. والحلو في المهرجان أنه كمان موفر يعني الركن حق الأفلام السعودية الواعدة أتوقع اسمه، فهذا بيتيح فرصة للأفلام السعودية أنها كمان تبرز من خلال هذا المحفل الدولي. وما شاء الله تبارك الله، يعني بعد أعمالك اللي لها بصمة خاصة جدا منها الخوف وأيضا قصة عشب ودورة تفاح، تقدمين الآن الفيلم القصير شريط فيديو تبدل، فودنا نعرف صراحة أكثر عن هذا العمل. ايوه، شريط فيديو تبدل هو فيلم كوميدي رومانسي، هو يمكن يمشي على نفس النهج حق فيلم شعر قصه عشب اللي سويته عام 2018. لاحظت لما عرضت افلامي، يعني سويت كذا فيلم قصير زي ما تفضلتي وذكرتي اسمائهم، كان يمكن اكثر شيء تفاعلوا مع الناس هو الفيلم حق شعر، كون انه كوميدي وكان فيه له يعني شويه فلسفه شويه كوميديا، فلاحظت الناس حبه، فحسيت انه بدي امشي في هذا الخط، يعني خط الكوميدي، ايفن ذو من اول يعني كنت اخاف من موضوع الكوميديا لانه الناس ما ضحكوا الواحد يتفشل. فعشان كذا حسيت انه خليني اسوي حاجه يعني قدر الامكان، يعني اوكي شيء خفيف لطيف عشان الناس يعني بدهم يدخلوا وما بدهم يعني احزان ورا احزان، بالذات العالم العربي كثير من الافلام يعني جميله، لكن كثير من الاحيان تكون مره سيريس بسبب يعني عارف المشاكل في العالم العربي يعني كثيره زي باقي العالم، لكن عندنا مشاكلنا الخاصه، فبالتالي الطريقه اللي يعبروا فيها اكثر المخرجين العرب تكون سيريس أو جدية، فعشان كذا أحس إنه كمان لازم نوازنه بإنه نوجد حاجة شوية أخف. صحيح. في نفس الوقت يعني نحاول نطرح قضايا شوية يعني تخلي الجمهور يفكر، فكانت في يعني الثيمة حقت العنصرية خففناها وكنا بنتكلم عنها بس بطريقة مرة خفيفة من غير ما يكون يعني زي الموعظة. طب خلينا نعرف أكثر يعني عن طريقتك كمخرجة في جانب اختيار وتهيئة الممثلين من أجل إنجاح هذا العمل. بالنسبة للممثلين الحمد لله يعني مرة وفقت، سواء من فريق عمل أو يعني الناس اللي خلف الكاميرا أو أمام الكاميرا الممثلين، والممثلين صراحة يعني كثير منهم أعرفهم من أول، يعني في ماجد التركي تعرفت عليه، هو وسلطان ربيع اللي كان إديتر تعرفت عليهم في مهرجان أفلام السعودية من خلال فيلم بيضة مردت، وجدا استلطفت يعني خفت دمهم، حسيت إنه أبغى أشتغل معاهم. نفس الشيء مثلا أنس العمير كان هو أحد المتنمرين، عرفته من خلال التالنتس حقت ام بي سي، كانوا مسوين شو هنا في الخبر وحضرت وعجبني جدا اداءه، واظن انه اذهل الجميع في الاداء
كان مسوي مشهد من Pulp Fiction وكان سيريس مرة. فأتكلمت معه، كان إنسان لطيف جدا واحترم وحبيت يعني شخصيته، وبالتالي يعني قلت أبغى أشتغل معك. ويعني وسوينا الدور حقه. مين كمان في هاتون الرفاعي اللي مثل دور الأخت، برضو قابلته في مهرجان البحر الأحمر النسخة اللي فاتت، وجدا استلطفت يعني شخصيتها. ويعني أنا بالنسبة لي يهمني مو بس الموهبة، كمان الشخصية حقت الفرد خارج يعني إطار انه بس قدام الكاميرا، لا خارج حتى التمثيل. خارج التمثيل كيف هو يكون. طبعا ساره طيبه من زمان اعرفها، ومن زمان نبغى نشتغل مع بعض، واحب خفه دمها واحب عفويتها. وطبعا ما ابغى انسى يعني احد، عايشه الرفاعي برضه لما شفتها في فيلم نور شمس برضه من مهرجان البحر الاحمر. من يوم دخلت كانت كذا يعني تعرف لها حضور وكاريزما، وكانت يعني تتكلم مع الجمهور ومتحمس على فيلمها نور شمس، فحبيتها جدا استلطفتها. وبعدين اظن اخذت رقمها وقتها وتواصلت معاها. مين كمان في، انا خايفه والله انسى اسم احد. مين كمان في، في طبعا شله المتنمرين كانوا كلهم يعني، عزيز تويجري اللي هو منتجي كان يعرفهم وكانوا موجودين يعني متواجدين في الشرقيه، وبعدين اقترحهم ورشحهم وكانوا لطفاء جدا، لطفوا الجو. طبعا ما ابغى انسى البطل الاساسي اللي هو معتصم ناصر اللي هو كتب معايا الفيلم، والفيلم اصلا ولد بعد يعني بعد ما تناقشنا انه نبغى نشتغل مع بعض، نبغى نسوي فيلم، وقلت له ايش رايك عن العنصريه، ايش رايك كذا، بنخليه خفيف. فانا ومعتصم كنا الاساس يعني في البدايه قبل ما ينضم الفريق الكبير هذا ما شاء الله. ويعني الحمد لله، ومنها فيصل للقوي العيسى وعمر القحطاني. ايه بالضبط، ايوه. ما شاء وكمان الله. في برضو المخرج احمد ابراهيم، وتحول الى يعني رضا انه يمثل. وفي كمان عبد المجيد برضو كان برضو مع المتنمرين. في محمد الشهاب اعرفه من اول، برضو كمان عنده ادى شخصيه كذا لطيفه، سبق انه مثل فيها سكتش بسيط سويته. فكلهم كان في تناغم جميل. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ما انسى احد المؤثرين، بس كانوا رهيبين كلهم صراحه. ونحن متحمسين كثير ان نشوفها. ما هو ما شاء الله عليك، يعني ايضا حصلتي على العديد من المشاركات بافلامك في مهرجانات مختلفه من العالم، ولكن فين كانت المحطات اللي تعتزي فيها اكثر؟ اكثر شيء البدايه حقت الحقيقيه هي في مهرجان سلام دانس، في مو سلام دانس سوري، سلام دانس جاء بعدين. البدايه الحقيقيه كانت في فانتاستيك فيست اللي هو مهرجان للجانرا فيلمز، او جانرا اللي هي يعني لا تقع تحت جانرا محدد، فتكون غريبه اطوار. ففيلم خلص وطين راح هناك في عام 2017، بعدها فيلم شعر. ومن هناك يعني قابلت اشخاص مختلفين يعني، وفتح شويه مداركي على الأفلام اللي هي يعني يحبوها الجمهور الأمريكي. وبعدها يعني أحس كمان محطة سلام دانس كمهرجان اللي هو يحصل في نفس الوقت اللي سان دانس بيحصل فيه، في نفس المدينة في نفس الأوقات، كان برضو فرصة جميلة. في مهرجان هالي شورتس، يعني في مهرجانات ثانية يعني لا تقل شأنا، لكن هذه اللي أنا بذكرها يعني كانت يعني يمكن نقطة وصل لمهرجانات أخرى، مثلا منها تورونتو. بس طبعا ما عرضت الفيلم في تورونتو لسه، لكن دخلت في اللعب حق. طيب يعني ودي أسألك صراحة كمخرجة مها، كيف تنظر للمستقبل القريب لاستثمار الطاقات السعودية الهائلة في قطاع السينما؟ وأيضا برأيك إيش اللي نحتاجه اليوم في هذا القطاع؟ والله هو طبعا يبغى له التجربه والتطوير طبعا، والدعم المادي وتوفير الفرص. احس انه يعني ما شاء الله قاعدين الشباب والشابات من المخرجين، وحتى كمان اللي يعني مو مره يعني يعني ما بحصر بالشباب اللي هم في العشرينات، لا في الثلاثينات أربعينات خمسينات وتبقى كلنا يعني قاعدين نتطور الحمد لله. فاتوقع انه بس يعني انه ناخذ في الحسبان الجمهور، يعني الجمهور ما شاء الله ذكي، ما تقدر تستغفله بانه تسوي له اشياء مثلا ما هي ترضي ذائقته، ويعني تخليه يعني يستمتع بالتجربه. فعشان كذا احس انه الانتباه لموضوع الجمهور. احس مثلا زي اعمال مثلا مشعل جاسر والاخوين قدس لها جماهيريه كبيره، وتلفاز ان جنرال يعني ما شاء الله لهم كمان اتوقع حاليا فيلم طويل وقصير في المسابقه الاحمر، فهو مغرب عليهم
عليهم لانه عندهم اوريدي قاعده جماهيريه كبيره، وبالتالي هم يعرفوا ايش الجمهور يعني يحب. احس انه كمان التوجه حق المخرجين يجب ان يحط في الاعتبار الجمهور السعودي وذائقته. أكيد، وكمان ما شاء الله تبارك الله يعني عندنا كوادر شبابية ناجحة جدا في مجال التمثيل ومبدعين الصراحة، ونتمنى لهم أكيد كل التوفيق. وكل التوفيق لك مها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، تنورينا في جدة، وإن شاء الله بإذن الله فالك التوفيق والفوز إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل نوف عسيري في حديث عن تحديات جبال عسير.